أهلا بكم كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. تطعيم العاملين في القطاع السياحي ضد فيروس كورونا واحد من أهم الإجراءات اللي بتتم حاليا، والحقيقة إحنا عشنا تجربة مختلفة هنا في مدينة شرم الشيخ مع دكتورة غادة شلبي، وهي نائب معالي وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عشان تحكي لنا عن تجربتها هي شخصيا للتطعيم ضد فيروس كورونا. ازيك يا دكتوره؟ منورانا في السابع. اهلا بيك. الحقيقه يعني احنا موجودين هنا في اطار يعني بنرصد الاستعدادات اللي بتتم لاستقبال السياحه ان شاء الله الفتره اللي جايه والاجراءات الاحترازيه، وفوجئنا ان حضرتك موجوده هنا في شرم الشيخ عشان تاخدي كمان اللقاح. ليه حضرتك قررتي تيجي تاخدي لقاح فيروس كورونا هنا من شرم الشيخ؟ لا، هو الحقيقه ان الهدف الاول متابعه عمليه تطعيم العاملين في القطاع السياحي. الحقيقة الدولة قامت بمجهودات كبيرة جدا في توفير الطعوم لكافة فئات الشعب، وأدركت أهمية قطاع السياحة كنوع من أنواع الاقتصاد وأهميته لاقتصاد البلد، إنه لازم يعود هذا القطاع بقوة. أصبح دلوقتي إحنا عندنا يعني حاجة كبيرة إنه نأمن القطاع السياحي حتى يتم استئناف السياحة مع الدول اللي بتطلب الممرات الآمنة. وبالتالي كان أحد الأولويات بعد كبار السن وذوي الأمراض أو كذا الاهتمام بتطعيم العاملين في القطاع السياحي، حتى نقدر إن احنا نسوق بره ونقول ونعلن منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء كمناطق آمنة من فيروس كورونا، وأصلا كمان لتأمين العاملين. احنا النهاردة بنقول إن احنا العاملين في هذا القطاع بيحتكوا بجنسيات جاية من دول أخرى، فبالتالي أنا يهمني العاملين بتوعنا وولاد بلدنا نبقى مهتمين وحريصين على صحتهم وعلى سلامتهم. بتكليف من معي وزير السياحة والآثار جيت النهاردة لمتابعة عملية تطعيم العاملين، والحقيقة شايفة أن احنا يعني يمكن حققنا أكتر من 90% من العاملين في قطاع الفنادق. الفرق الطبية الحقيقة أحب أوجه لها شكر جزيل للمجهودات اللي بتعملها، بتنتقل إلى الفنادق بنفسها بطعام العاملين، في تجاوب كبير جدا جدا. يمكن كان في الحق يقال كان في تخوف سابق من بعض العاملين، ولكن الدورات اللي قامت بيها وزارة الصحة والفرق الطبية وحتى دكاترة المقيمين في الفنادق من توعية للعاملين انه ده لحرصك لحرص وتأمين ليك وانت بتعمل حتى يتم استئناف العمل في هذا القطاع الهام، فبالتالي اصبح في تجاوب كبير جدا، والحقيقة ما عادش في عزوف عن هذا التطعيم. حبيت النهاردة الحقيقة أظن يعني دكتورة أنه رسالة، هي رسالة من حضرتك أنك تيجي تطعمي كمان هنا في شرم الشيخ. أنا شفت حضرتك يعني مع بتأكدي على العاملين في القطاع سواء في الفنادق أو في غيرها أو في البازارات أو غيره، وبتأكد لهم وبتطمنيهم أن الموضوع تمام، وطعمتي كمان معاهم وقدامهم. هل ده كان هدف حضرتك؟ هو هدفين الحقيقة. أولا أنه الإكسبشن ده موجود فقط للعاملين في جنوب سيناء والبحر الأحمر نتيجة احتكاكهم بالسائحين ويعني وبالأجانب اللي بيجوا من برا. أنا باعتباري يعني بتعامل برضو مع السائحين ومعرضا للسفر للتسويق في معارض خارجية وكذا، فبالتالي برضو أصبح من الضروريات بالنسبة لي أن أنا أطعم. لقيت أنها فرصة الحقيقة أطعم في وسط العاملين، وأوجه رسالة من هنا من مدينة شرم الشيخ وأقول أنا أخذت التطعيم يعني بنفسي، ما حسيتش يعني حتى الشكة ما حسيتش بيها، وإن شاء الله نتمنى الخير والعافية والسلامة للجميع بإذن الله. إن شاء الله. دكتورة غادة، كمان كنت عايز أعرف من حضرتك، هل التطعيم يعني بيتم في أماكن محددة ولا بيكون في انتقال للعاملين في الفنادق أو غيره؟ هو طبعا التنسيق ما بين وزارة الصحة وغرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة في أماكن ثابتة لاستقبال العاملين، وفي كمان الفرق الطبية الحقيقة بتنتقل من فندق لفندق ومن مدينة لمدينة، فمسكين من أول طابة لحد رأس سدر بيطعموا العاملين وبينتقلوا فعلا إلى أماكنهم حتى يتم التأكد من أن احنا وصلنا لكل حد وقدرنا أن احنا نوصل له التطعيم بسهولة ويسر. يعني برضو الحقيقة بوجه تاني الشكر للفرق الطبية لتعاونها معنا، بوجه الشكر لغرفة الفنادق وغرفة الشركات السياحية انهم برضو قدموا كل المعونة للفرق الطبية لانهم يقوموا بدورهم. الاجراءات الاحترازية طبقينها حتى في المكان التطعيم للعاملين،
فيعني الحقيقة أنا شايفة أن المنظومة جميلة ومؤمنة وسهلة، وبتدعو كل العاملين وكل الفنادق للانتهاء من هذا الاكسرسايز بسرعة. عندنا أرقام بنحققها أو عندنا تارجت معين في اليوم مثلا، أو نقدر نقول خلصنا كم في المية من تطعيم العاملين في شرم الشيخ ولا لسه؟ شرم الشيخ تقريبا وصلت لفوق 90% من العاملين في الفنادق. بالنقاش دلوقتي مع السيد وكيل وزارة الصحة أفاد بأنه حينتقلوا كمان لمناطق التجمعات للبازارات، حيعملوا نقاط في منطقة سوهو وفي نعمة باي عشان حتى العاملين في البازارات، لأنه برضو بيحتكوا بالسائحين، يبقى جنبهم ويبقى قريب منهم ويقدروا أن هم ييجوا يطعموا وياخدوا الشهادات بتاعتهم. دي طبعا اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي الجرعة الأولى. الجرعة الثانية بتختلف على حسب المصل اللي بيتاخد، سواء 3 أسابيع أو 3 شهور. وبالتالي احنا برضو حتى في وزارة السياحة والأثار بنعمل لوجو، بنعمل بين زرار لكل عامل هيقول أنا فاكسينيتد، أنا اتطعمت، وبالتالي هيدي انطباع جيد للسائح، يقول يبقى فاهم انه اللي قدامه ده يعني تم تأمينه صحيا، ويدي انطباع حتى ان احنا كلنا كمنظومة سياحية هدفنا صحة العامل وصحة كمان السائح الزائر. دي من أحد النقاط المهمة جدا لاستئناف السياحة من أسواق كتيرة يمكن كانت بتحجم على أنها تجيلنا. يعني بيبقى في أحيانا توقع أنه لما هيتم تطعيم العاملين في القطاع أو في مكان معين خلاص هنقلل شوية في الإجراءات الاحترازية وخلاص بقى الدنيا هتفك، هل ده حاصل حاليا ولا حضرتك ما زلتي بتشددي على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفنادق خصوصا؟ لا، أحد برضو أهداف الزيارة هو المرور على الفنادق والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أول الريسبشن، من أول ما الضيف بيوصل الفندق، مرورا بأخذ الشنط، مرورا بالغرفة، بالمطعم. يمكن حضرتك كنت معانا في الزيارات، وصلنا لحد المطبخ وشفنا الإجراءات الاحترازية مطبقة إزاي. ده غير الإجراءات المطبقة لسلامة الغذاء وسلامة المية والإجراءات التشغيلية حتى للفنادق. إحنا منتظرين أنه طبعا الفترة اللي جاية مع استئناف السياحة الروسية ممكن يتوقع زيادة أعداد السائحين في منطقة الغردقة أو شرم الشيخ تحديدا، وبالتالي جاهزية الفنادق مهمة، تطبيق الإجراءات ومتابعتها مهمة. والحقيقة شفنا انه الفنادق ملتزمة الى حد كبير، ملاحظات بسيطة جدا جدا بيتم يعني رصدها وتداركها من الفنادق، والحقيقة هم متعاونين. يمكن بلاقي كمان، وده بيسعدني، ان الاقي بعض الفنادق بتجود، يعني احنا بنقول لهم اجراءات معينة وهي دي، لا بلاقي هم عندهم يعني في التشين بتاعتهم، في المؤسسات بتاعتهم، لا عندهم ستاندرد اعلى شوية. وده اللي بيميز الفنادق بقى من الدرجات بتاعتها، مدى ابداعها في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية. يمكن طبعا مع قرب او الاعلان عن قرب استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا بشكل كامل، بدأت نشوف يعني كان موجود في مصر وفي شرم الشيخ تحديدا حاليا مجموعة من المدونين المؤثرين الروس. حضراتكم بتعتمدوا دايما على الروس اعتقد كجزء من عناصر الجذب السياحي، ليه بنفكر دايما في الفكرة دي او ليه بنحاول ننفذها دايما؟ يعني هو مدونين، هم أصبحت السوشيال ميديا هي أكتر أدوات للوصول لقلب السائح، وبالتالي تأثير على الشركات السياحية وصانعي القرار، وده يمكن أكتر وسيلة إن احنا نقدر قرب بيها الاكسبيرينس، ترافلر اكسبيرينس. هو جه وعاش التجربة، نزل في الفندق، شاف البحر، شاف الإجراءات، بيتكلم. ولما بيكون وراه كذا مليون متابع، فإحنا بنضمن الانتشار الكبير في القاعدة العريضة المتابعة لحركاته، فبتكون يعني أفضل من أفضل الوسائل الدعائية للوصول للأسواق المختلفة. يمكن أنا النهاردة وأنا جاية في الطيارة من القاهرة إلى شرم، الطيارة أغلبها روس يعني بالمناسبة، مش مستنيين أنه الطيران ينزل لشرم المباشر، هم نازلين في القاهرة واخدين من القاهرة لشرم الشيخ، وزيهم برضو في الغردقة في تعطش كبير للسوق الروسي أنه هو يجي في الغردقة وشرم الشيخ، وبالتالي نتوقع زيادة الأعداد الفترة اللي جاية بشكل كبير، وده يفسر ويبرر يعني تحركنا الدائم
للتأكد من الإجراءات ومدى جاهزية المدن دي لاستقبال السياح. سؤالي الأخير اللي دايما بنسأله، هل إحنا مستعدين لاستقبال الأعداد؟ يعني كتير بيتوقع إنه بعد إن شاء الله لما يتم إعادة الفتح مش بس ما بين مصر وروسيا، أعتقد ما بين دول كتيرة ودول أوروبية تحديدا السياح عندهم تعطش للسفر وللسفر لمصر تحديدا كمان، فهل إحنا مستعدين لكده ولا؟ يعني نتمنى، هو طبعا احنا على مستوى وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة بنراجع الإجراءات في الفنادق. الفندق اللي قام وقدم استعداداته الكاملة هو ده اللي بيمنح ترخيص العمل، وبالمراجعة عليه لو ما كانش بيطبق فبيتسحب منه ترخيص العمل. فبالتالي بتدخل بعد الاستعداد ده بتدخل الإجراءات التعاقدية ما بين الفندق والمنشأة والتور أوبريتور ومنظمي الرحلات، وبالتالي المجموعات بتنزل بهذا الشكل. أتصور أنه الفنادق يعني عندها يعني حالة من التأهب الكبير أنها تستقبل الأعداد اللي جاية سواء من روسيا أو غيرها. إحنا بقالنا سنة يعني 11 شهر شغالين وبنستقبل سياح العدد مش قليل، يمكن فاق التوقعات العالمية. احنا في مصر يمكن لما كان العالم كله بيقول بالكتير 15% احنا سجلنا 30 في يعني تحديدا في البحر الأحمر وجنوب سيناء، وعمرنا ما بنكتفي، عمرنا ما بنقول لا احنا يعني مش عايزين تاني. لكن طبعا في ظل تحديد الإقامة ب50% برضو ده أحد الضوابط اللي محطوطة كتطبيق الإجراءات الاحترازية، واللي يعني أتصور إن الفنادق إن شاء الله هتكون مستعدة لاستقبال الأعداد اللي جاية بإذن الله. إن شاء الله، وإن شاء الله نكون معاكم دايما بنتابع اللي بيحصل وبنشوف كل الاستعدادات اللي بتتم حاليا. أنا بشكرك جدا دكتورة غادة، وبتمنى لك إن شاء الله ما يكونش في أي أعراض لما بعد الحصول على مش حاسة بحاجة، ويعني يمكن أنا استحبت والدتي الأسبوع اللي فات وطعمت برضو، يعني بالعكس وبشجع الناس لأنه أعتقد أنه هو ده المستقبل، هو ده الطريق لاستئناف الحياة بعد كده، ولأنه يعني خلاص العالم كله بيتكلم عن اللقاح وعن أخذ اللقاح. ف يعني أتمنى الصحة والسلامة للجميع، وأنه ربنا يوفقنا الفترة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك جدا دكتور غادة، وبشكر كل مشاهدي تلفزيون اليوم السابع.